مالي عرفان. لك لسه ما لحقته. نور، المهم انت شو بدك؟ انا ما بدي طلق. نور ماريا لساتها مجروحه لانه القصه جديده، فما تاخذ على حكي هلا. يا اخي انا بعرف ماريا منيح، بعرفها لما تنوي على شي جد، وبعرف اقرا عيونها كويس. انا رايي من راي مجد، لانه هو بتعرف خبير بشغلات الحب والاخلاص. عم تتمسخر هلا؟ هي مو اول مره بتتركوا فيها بعض، بكره مدري شو بيصير بتقوموا بترجعوا. وانت ليش متضايق؟ اكيد ما بيسرني تضلك عم تلعب بالبنت. شو مثل ما عم تسمع نور؟ هذا الكلام اللي خرب علاقتي بماريا. انت بعمرك ما تمنيت لنا الخير. بس 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 مو معقول كل شغله بيناتنا بدنا نحلها بالضرب. شو بكون؟ بدك تشيل من بالك انك بتعرف شو في بقلبي. انا بحب ماريا وبدي اياها، فهم؟ انت واحد اناني ما بدك تخسر شيء. يا اخي انت ما بتحبها وبدك تخليها جنبك. تكوني شوي، روح مع البنت اللي بتحبها، روح وريحنا وارتاح. كلمتين ماريا، بعد عنها احسن لك.